بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نحن بالنسبة تو نبدأ في أسس البرمجة اللي نحن محتاجين لها داخل. طبعا حناخذ الأسس البسيطة اللي نحن محتاجينها. طبعا نحن لما نقول برمجة ايش معناها البرمجة؟ البرمجة نستعمل فيها حتى في حياتنا العادية. يعني أنت لما جيت تطلع من الحوش تكتب ورقة، تكتب فيها مثلا ورقة هذه تكتب فيها مثلا نبي مثلا تبي تشغل السيارة، تشغيل السيارة هذا بعد تشغيل السيارة حتى تقول حتى شنو؟ حتى مثلا تسخن. الخطوة الثانية مثلا ايش تبي تدير؟ تبي تعدي للكوشر، تذهب للمخبز. بعد الخطوة الرابعة مثلا تبي تعدي مثلا تدير أي مهمة، فرضا تبي تعدي تولع مثلا تشغل مضخة المزرعة. بعد الخطوة الخامسة مثلا تبي ترجع للمنزل وهكذا. يعني هذه الخطوات، الخطوة الأولى الثانية الثالثة، كل خطوة يعني أنت درت برنامج، هذا برنامج يومي، ومن اللي نفذ فيه تنفذ فيه انت، يعني انت المعالج وانت كل شيء، يعني انت وعندك اكسسوارات وعندك وحدات، يعني وعندك سياره تشغل فيها، عندك فلوس تشري بيها خبزه، عندك مضخه تولعها تولع البطمه بتاعها باش تسقي الزرع وهكذا، عرفت ولا لا؟ فطبعا البرنامج هذا مكون من خطوات، من مجموعه مهام تنفذ فيه. مثلا لو جينا نشوف المهمه الاولى، مهمه مختلفه شويه، نشغل السياره حتى تسخن. يعني ايش بتدير انت؟ تبي تشوف العداد، تفرج على هل العداد وصل للخط؟ لا ما وصلش للخط، ما تحركش، وصل للخط ما وصلش. معناته بتستعمل لوب، نسموا فيها هذه حلقه، هذه نسموا فيه بتستعمل حلقه او لوب، تقعد تفرج على الني. فطبعا هذا برنامج بس فيه خطوه مشروطه بيش؟ مشروطة بتسخين السيارة، الخطوة هذه مشروطة بيش بتسخين. طبعا الكلام هذا شنو؟ هذا بالحياة العادية، يعني البرمجة هي شيء ما هوش غريب علينا، يعني نحن نستعمله بيش البرنامج اليومي ولا؟ فالبرمجة هي شيء مش غريب علينا، يعني في حياتنا نحن نديره في برامج واجدة. حتى وانت تطيب في قهوة تبي تجرب لعند تفوش، معناها انت حطيت القهوة، حطيت السكر، حطيتها في البكرج، وبعدها قعدت تراجع عند تفوج. كلمة تراجع عند تفوج معناها أنت استعملت حلقة أو استعملت تحكم برمجي أو تحكم وتراقب في القهوة لعند من. نفس الكلام هذا طبعا في حياتنا داخل البرمجة العادية اللي نحن نعرفها في الكمبيوتر. طبعا نحن مش نعرف مبرمج في الكمبيوتر، نعرف شنو هو الكمبيوتر. الكمبيوتر هو عبارة عن شنو؟ عن شاشة، عبارة عن وحدة الجهاز. وحدة الجهاز شنو فيها؟ فيها وحدة المعالجة المركزية، في وحدة المعالجة المركزية، وفي الشاشة. هنا عندنا الشاشة، وفي عندنا في لوحة مفاتيح، وفي عندنا الماوس. فأنا بالنسبة لي أنا وحدة المعالجة المركزية، وفيه الذاكرة جوا داخلني، في الذاكرة. انت بالنسبه لك انت الذاكره بتاعك هي النوته الصغيره اللي كتبت فيها تشغيل السياره حتى تسخن، نذهب للمخبز، نشغل مضخه المزرعه، نرجع للمنزل سته مثلا نفطر ولا مش عارف شو ندير وهكذا. انت كتبت الخطوات كلهن، ولا نعدي نقرا، ولا ندير حاجه، ولا نراجع، ولا نقرا قران، ولا فانت كتبت. فالذاكره بتاعك هي النوته. انا بالنسبه لي انا الذاكره داخل الكمبيوتر هي ذاكره صغيره كيف الفلاش اللي تشرو فيها، ولا داخل النقل بتاعك تكتب فيها الخطوات اللي انت تبي تديرها. فانت تبي تكتب برنامج داخل الذاكره ينسق لك العمل بين وحده بين الماوس والكيبورد وبين الشاشه، عرفت ولا لا؟ فاي برنامج، اي برنامج فيه مدخلات وفيه معالجة وفيه مخرجات، أي برنامج فيه مدخلات ومعالجة ومخرجات باهي، يعني ندخل فيه أشياء. يعني مثلا افترضنا أن عندنا ماكينة صغيرة، ماكينة مثلا تدير تطحن، في ماكينة تدير بها مثلا روينة، عرفت ولا لا؟ فشنو فيها؟ نحطوا لها، نحطوا القمح، نحطوا الكمامين ولا اي حاجه، قصدي المطحنه، وبعدين تطلع الروينه بتاعي، عرفت؟ فانا اول عمليه شنو؟
القمح أنا دخلت الحاجات هذين القمح والمحتويات دخلتها بالقمح وطلع المنتج هو الروينة اللي أنا قاعدين نخلطها. فأنا بالنسبة لي أنا هذا يعتبر برنامج أو يعتبر شنو بروسس. البروسس هو شنو هو المدخل متاعي قمح ومكونات الروينة. عملية المعالجة شنو هي؟ أن نطحنهن مع بعضهم ونخلطهن مع بعضهم ونغربلهن. يعني هنا طحن وغربلة وبعدها يطلع المنتج النهائي في أي برنامج. فأنا بالنسبة لي أنا البرنامج سواء مطحنة وغربال سواء برنامج مكتوب بلغة البيزك ولا بأي لغة هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن مخطط. المخطط هذا نكتبه يا نكتبه في ورقة والنفذة يا نكتبه خلاص نكتبه حافظة في راسي والنفذة. فنشوفوا نحن برامج بسيطة يعني الناس من فنشوفوا برنامج اللي هو فيه شنو؟ فيه إبدأ، فيه إدخال، فيه معالجة، إخراج. ماذا لو طلبنا داخل الكمبيوتر؟ جينا قلنا نبي نجمع نبي نديروا برنامج يجمع رقمين 3 زائد ماذا 3 زائد 4. كيف تدير البرنامج هذا؟ طبعا جيت تقول ابدأ، كلم الكمبيوتر تقول له ابدأ، تقول له A، تستعمل صندوق تسميه A ولا حافظة ولا حكية ولا أي حاجة، سميتها A حط فيها 3، B حط فيها 4. الA والB داخل الذاكرة هي عبارة عن حاوية صغيرة، حاوية اسمها A وحاوية اسمها شنو؟ B. عبيت قلت له عبي فيها 3، البي عبي فيها 4. بعد ما كونت الكلام هذا شنو عملية إدخال؟ دخلنا في الA 3، دخلنا في البي 4، وبعدها درنا معالجة. المعالجة شنو هي؟ قلنا السي حط فيها A زائد B، اي اجمعها على البي، اي اجمعها على البي، اجمعها طبعا نديرو هكا نديرو جمع، هاو جمع هذا جمع، يجمعها ويحط الناتج وين؟ في السي. يعني السي شنو حيكون فيها؟ حيكون فيها مجموع الحاويه اي مجموع عليها الحاويه بي، والسي نفسها هي عباره عن حتى هي حاويه اسمها سي. الحاوية داخل الذاكرة، الـ A داخل الذاكرة، والـ B داخل الذاكرة، والـ C داخل الذاكرة، هذين في ثلاث حاويات. طبعاً الكلام هذا لما يكون في الذاكرة مش نقدر نشوفه في فلاش، لا، فأنا آخر حاجة نقول له شنو؟ نقول له أطبع محتوى الحاوية C، يعني أطبع C، لما نقول له أطبع C شنو يدير؟ نقول له أنهي البرنامج؟ يطبعها لي وين؟ نقول له أطبعها لي على الشاشة مثلاً. فتنطبع قيمة سي، يجمع 3 زائد 4 كم؟ 7، يحط لي 7، تنكتب 7. كيف انكتبت 7 هذه؟ 7 انكتبت بناء على برنامج عنده خطوات، برنامج الخطوات اللي هو شنو؟ خطوات دخلنا في الاي 3، في الاي اللي هي الحاوية اي اللي في الذاكرة اللي حززنا لها مكان في الذاكرة، خزننا فيها 3، الحاوية بي خزننا فيها 4، الحاوية سي حطينا فيها محتوى الاي زائد محتوى البي. خزناه جمعناه وحطيناه في السي بواسطة الجامع. هذا الجامع هذا دائرة داخل وحدة المعالجة المركزية، داخل اسمها وحدة حساب منطق، تجمع وحطت الناتج في السي وبعدها طبعنا سي. يعني هذا برنامج مكون من إدخال ومعالجة وإخراج، إدخال معالجة إخراج. أي برنامج مهما كان كبير، إن شاء الله برنامج يتحكم في بنك، برنامج يتحكم في دولة كاملة، برنامج يتحكم في مؤسسة كبيرة، يتحكم في مركبة فضائية، يتحكم في مصنع، هو عبارة عن الخطوات، عنده خطوات إدخال وعنده خطوات معالجة وخطوات إخراج. حتى حياتك العادية عندك، يعني تبي تنفذ شيء معين محتاج المدخلات، تبي تبني حوش عندك مدخلات اسمنت ورملة وكذا، هذين المدخلات حطيتهم في العجالة، بعد حطيتهم في العجالة يتخلطهم بعض يطلع اسمنتو داخله وتعدي تصبيه ولا تدير أي حاجة. هذا هو الأساس البرنامج. هذا شو نسمو فيه؟ هذا نسمو فيه فلو شارت، يعني مخطط انسيابي. المخطط الانسيابي هذا ممكن ينفذ شخص بورقة، لو كان مخطط هذا عطيته لشخص قلت له نفذ لي، ياخذ ورقة يكتب فيها ايش؟ ورقة يكتب فيها 3، قلت له حط في الاي 3، هذه يسمى اي، ورقه واحده اخرى سماها بي حط فيها 4، ورقه واحده اخرى اسمها سي جمع فيها 3 زائد 4 كم؟ 7، حط النتج.
بعدها شنو قلت له؟ اخرج اخرج تكلم. قال سبعة. قال سبعة معناها تكلم. عملية الاخراج هذه الطباعة او اطبع او تكلم. فتكلم فجاء خذ الثلاثة خذ الاربعة وجمعهم في راسه وبعد طلعهم. هذاني وممكن الدين هنا بلغة كمبيوتر مثلا افترضنا ان في لغة لغة البيزك مثلا تقول لغة بيزك تجي تقول عشرة اي حط فيها حط فيها اي حط فيها ثلاثة خطوة عشرين بي حط فيها اربعة خطوة ثلاثين سي حط فيها اي زايد بي خطوة اربعين قلت له الامر اللي ياخذ السي من الذاكره الذاكره مش نحولها لان الذاكره قاعده في الفلاش جوا برنت بي ار اي ان تي برنت سي لما تقول له اطبع سي حيطبع القيمه سي اللي جمعها برنامج البرنامج هذا بلغه البيزك بلغه البيزك وممكن بلغه البلوك اللي نحن نشوفوها اللي نفذنا اللي نفذنا بها فنحن بصفه عامه اي برنامج نديروا له مخطط انسيابي وبعد ننفذه يا نفذناه بالورق كيف ما قلنا ورقه كتبنا فيها ثلاثه ورقه اربعه وجمعنا وحطينا في ورقه اخرى المجموع اللي هو سبعه وبعدها تكلمنا يا حطيناه في لغه البيزك وشفنا عرف